الكشف عن سبب الدعم الكويتي المفاجئ لليمن، تفاصيل جديدة وعاجلة فلنتابع. كشفت مصادر رسمية يمنية سر الدعم المفاجئ الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة للخطوط الجوية اليمانية، والذي شمل 3 طائرات ومحركين، وذلك بعد أسبوع من احتجاز حكومة صنعاء 3 طائرات كانت تنقل الحجاج من جدة إلى صنعاء. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي قد أعلن عبر منصة إكس عن هذا الدعم، وعبر باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليماني عن عظيم الشكر والتقدير لأخيه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وحكومته والشعب الكويتي الشقيق عن توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمانية ب3 طائرات ومحركين. وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن هذا الدعم هو استجابة لطلب تقدم به رئيس مجلس القيادة إلى أمير الكويت. وقالت الوكالة أن الحكومة الكويتية أبلغت حكومة عدن بصدور التوجيهات بالموافقة على طلب سابق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى أمير دولة الكويت بشأن دعم إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي عبر شركة الخطوط الجوية اليمانية